2-1 في الركنيات للمصري، تاني ضربة ركنية للمصري في هذه المباراة، اتلعبت على الأرض المرة دي، حسن علي يردها مرة تاني، إلياس جيلاسي علي جوه منطقة الجزاء ورأسية جول. التعادل، التعادل يأتي من سطيف رأسا، يأتي من الجزاء رأسا، عبد الرحيم دغموم برأسية يعيد المصري من جديد ويعيد المباراة إلى نقطة البداية وإلى نقطة التعادل مرة أخرى. دربكة وزحمة في منطقة جزاء الزمالك، إلياس جيلاسي يظبطها على رأس عماد الدين بوبكر، ده هدف جزائري خالص، هدف جزائري 100% من عماد الدين بوبكر الجزائري أولا، ثم إلى عبد الرحيم دغموم الجزائري الآخر ثانيا. يتعادل المصري 1-1 في الدقيقة 35.